بالرغم من أن إسرائيل لم تعلن مسؤوليتها عن اغتيال العروري إلا أن مصادر أمريكية أكدته، فكيف تمت عملية الاغتيال؟ بمراجعة فيديو عملية الاستهداف يسمع صوت لمحرك نفاث ومن ثم انفجارين محدودي النطاق، ولم يظهر أي صوت مستمر لمحرك مكبسي، مما يشير إلى أن الطائرة المطلقة لم تكن بالقرب من منطقة الاستهداف. وبمراجعة الأضرار التي أصابت البناء والسيارة، تتجه أصابع الاتهام إلى القنابل صغيرة القطر أو ما تعرف بالسهمية. سلاح الجو الإسرائيلي يمتلك منها القنبلة الأمريكية GBU-39 ومثيلتها محلية الصنع من طراز سبايس 250 ER. كلتا القنبلتين تعملان بمحرك صاروخي وبمدى يتجاوز 100 كيلومتر ورأس حربي صغير ودقيق جدا لا يخطئ هدفه، ويمكن توجيهها بواسطة القمر الصناعي، ومن ثم يتم توجيهها بالليزر لإصابة مباشرة للهدف.